على فكرة مش لازم ترسمه بقلم، في ناس بترسم، كل واحد بيعمل بيريحه. اوكي، لازم اتأكد ان الحتة دي مقفولة معمولة كده عشان لما اعمل بوكيت تتملي بالطريقة دي. اوكي، بعدين هاخد برش، هنجيب كده، هعمل حاجة بره الفولدر، هرسم فلير جديدة كده لوحدها. ان هنا في شمس، اعمل اللون الاصفر عشان تبقوا قادرين تستوعبوا. اوكي، دايركشن بتاع الشمس بالطريقة دي. اوكي، after that نفتح الفولدر، هنبتدي بقى نعمل شيدين. اجي على اللاير دي واعمل اد فولدر، سوري اد لاير، بخليها اكتيفيت، بعمل لها كليبنج ماسك، واعمل بدوس دوسه طويله، هتجي اعمل كده، فكده معناته جاب الدرجه اللي انا عايزاها. اوكي، عايزه بقى اغمق، بغمق كده. لو عايزه اغير اللون بغير من هنا، انا مش عايزه اغير اللون، انا عايزه اغير الدرجه. اوكي، عايزه اغيرها، بخليها كده، هعمل شيدنج، فبختار الاير بروش. اوكي، وازود مثلا الاوبيسيتي، الاوبيسيتي اللي هي بتاعت اللون نفسه غامق او فاتح. دي السايز، فانا عايزه اعمل السايز، لا عايزه اقلل الاوبيسيتي شويه. هنا الشمس جاية فاوريدي الحتة دي تبقى نور، فالناحية السايد التاني هو اوريدي شيدد، فالطريقة دي ومحدش يعمل لي كده، لا بليز، يعني هي كده، ونقلل الاوبيسيتي شوية الطريقة دي. اوكي، واجي هنا الحتة دي بيبقى عبارة عن سنس، بتكبر بتصغر بتكبر وصغر البرش او الاوبيسيتي بتاعت اللون. اوكي، خلاص كده. انا لو ما عملتش الكليبنج ماسك هيحصل ايه؟ هو ده المنظر اللي هيحصل من غير الكليبنج ماسك. الكليبنج ماسك ده بيخلي ان انا عارفه ما تبقوا عاملين الاوت لاين ليكو انتوا بتلونوا فين، هي نفس الفكره. هنقف هنا نيو لاير، نقف على اللاير الجديده كليبنج ماسك، احنا عايزين درجه غامقه، هي اوريدي معانا درجه غامقه، هنعمل شيدنج خفيف بالطريقة دي، عايزين اغمق عشان تبقى اغمق بالطريقة دي. بس عاملها ازاي؟ اوكي، نقف هنا نيو لاير زي ما احنا عملنا كليبنج ماسك، دوسة طويلة عشان نجيب الدرجة، لا دوسة طويلة عشان نجيب الدرجة بتاعت بتاعت المشروم، نيجي اغمق ونعمل الاريا دي بس، ما تزودوش خالص، ما حدش يعمل لي كده ولا الاريا دي بس. اوكي، ونغطي هنا شويه عشان هي اوريدي الحته دي جايه على دي، فهتغطيها بالطريقه دي. اوكي، دلوقتي هنعمل لايتنينج، هنرجع لللاير دي اللي هو الجزء اللي فوق بتاع المشروم، دي الشيدنج، هنعمل نيو لاير فوقيها، نعمل كليبنج ماسك، هتلاقوا كليبنج ماسك طويل. اوكي مفيش مشكله، احنا واقفين الحته دي، هنختار لون الاصفر، لون الشمس ريليتد لللايت عشان نحس بالورم في الرسمه بالطريقه دي. اوكي، وباي سنس انتم مع الوقت هتتعودوا على الكلام ده. اوكي، نقلل الاوبيسيتي، في كمان لو هتقلل الاوبيسيتي في تقليل الاوبيسيتي، وممكن تغيروا البراش ل 20. اوكي، بالطريقه دي فهتحسوا اللسعه خفيفه شويه. اوكي، نروح لللاير دي اللي هي بتاعت دي، نتاكد منها ازاي ان هي ولا لا، من العين دي لو شلتها كده غمق، يعني كانك خفتها من الفايل رجعتها. هنا بعمل لها كليبنج ماسك،
حاجة بسيطة تحت، يعني الحتة دي مستخبية. اوكي، وهنا new layer فوقيها clipping mask عشان يبقى related لللاير دي. اوكي، وبقى من هنا خفيف. بص بتعمل ازاي، انا بعمل lightning وشيدنج عشان احس ان الرسمة 3D. اوكي، مع ان الرسمة اصلا 2D، بس لولا الشيدنج واللايتنج انت بتشوف الحاجة 3D. اوكي، بالطريقة دي. هنرجع كده نعمل باك، بقت عندنا بالطريقة دي. انتوا، انا بالنسبة لي صحيح انا عايزة اعمل ايديت دي، عشان لما اعمل ايديت للرسمة انا مش عايزة الشمس، انا اوريدي رسمها فلير واحدة. ارجع، ايه ده، هي هنا خلاص انا مش عايزاها، خلاص يعني يا قفلت العين خلاص ما بقتش في الفايل، او امسحها، بعمل لها من الباسكت اللي هو التراش اللي هنا دي. ممكن تعمله بالطريقه دي. اوكي، نعمل باك تو جاليري، وفي حاجه 3 دوتس، سيف ايمج. وانتوا بتعملوا سيف ايمج، انا عايزاها تبقى اي اي سوبر ريزولوشن X2. اوكي، سي يس، هتلاقيها بتعمل لكم سيف. في منكم مش هيرضى، اوكي مفيش مشكله، ولازم يبقى بي ان جي، لازم بي ان جي، ده اساسي. اوكي، هيطلع لكم بالطريقه دي. اللاين ده بيوريكم ان الصوره بتاعتكم دي كانت الاصل، يعني الاصليه بتاعتكم دي، وبعد الاي اي دبل ريزولوشن. بصوا الكواليتي هنا بيكسل، هنا اقل البيكسلز بتاعتها. اوكي، هتعملوا سيف هنا وهتلاقوها عندكم في الجاليري. اوكي،